بيقول لي، بيقولوا في التعليقات هنا بيجيبوا لك فسيخ. اه والله بيجيبوا فسيخ ورنجه، بس انا ما باكلش الحاجات دي خالص. ده الفسيخ بيجيبوا، انا طبعا فسيخ ورنجه شغالين عليهم الاخوه اللي بيشتغلوا حاجات فسيخ ورنجه. ما اعرفش بيعدوا المطار ازاي، انا اصلا لو ريحتها في الدور كله بسيب بسيب الدنيا. فهو الجماعه اللي بيتاجروا في الحاجات دي ما شاء الله ربنا يوسع عليهم. يعني مصر كلها هنا في كل حاجه، كل حاجه انت عايزها، كل حاجه. موضوع اللحمه ده طبعا ما بقاش فيه كلام كتير الحقيقه. انا كان زي ما قلت لكم عمل السيسي مشروع في الفيوم اعتقد سنه 2017 2018، تسمين العجول، والمشروع فشل بعد 3 شهور. وشوفوا يا جماعه، هي القصه مش محتاجه عبقريه والله، هي القصه كلها انك بتختار اختيار صحيح لمكان صحيح. يعني تستطيع انك تجيب حد متخصص في المساله، متخصص. ما هو فكره ان احنا بنعرف في كل حاجه دي هي دي اللي مضيعه الدنيا. يعني بالتاكيد انا لست على عداء مع العسكر، يعني ما فيش بيني وبينهم عداء شخصي، بل بالعكس ده في ناس كتيره جدا منهم اصدقاء. بس هو فكره ان انت مش ممكن تكون بتفهم في كل حاجه. انت حضرتك دخلت، بعضكم يعني دخل الكليه الحربيه من الثانويه العسكريه، فانت علاقتك بالحياه المدنيه تقريبا توقفت عند الاعداديه، عند الثانويه يا سيدي، وبعد ذلك توجهت الى معرفه العلوم العسكريه. فمالكش دعوه بالعجول، ومالكش دعوه بالفراخ، ومالكش دعوه مش عارف كل حاجه في الحاجات، ومالكش دعوه بالاعلام الله يكرمك، ولا الصحافه، كل حاجه في الحاجات دي لها متخصصين. فكره انك بقى ايدك طايله وبتعمل كل حاجه، فهي المشكلة كلها مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل مناحي الحياة في مشروع قومي لمدة 10 سنين. أنا بقولك الكلام ده وأنا متأكد منه. بعون الله، بس بإرادة وطنية زي اللي بيحصل. احنا لسه هنتكلم النهارده عن الانتخابات التركية، دي آخر حلقة قبل الانتخابات يوم الأحد، وهكلمكم عن الانتخابات التركية. زي اللي بيحصل هنا. ربنا يرزقنا برئيس يقرر إنه مش عايز يحافظ على الكرسي. اصل هو كل اهتمامات منطقتنا العربيه ايه؟ ان انا عايز افضل قاعد على الكرسي لحد ما اموت، حكم الى الابد يعني. فلو في رئيس بجد عارف انه هيخدم الناس دوره دورتين ويمشي ويحقق لهذه البلد ما يسجله في التاريخ، يعمل مشروع قومي لمده 10 سنين يحقق، بقول لك بمنتهى الامانه والله لدينا الامكانيات. والحقيقه في فتره الثوره اتيحت للفقير والفقير الى الله وعديد من الزملاء الجلوس الى علماء مصريين كتير ما كناش نسمع عنهم، وعرفنا افكار الحقيقه افكار مهوله وقابله للتطبيق. ما هي اهم حاجه في الفكره انها تكون مش فكره خياليه، انها تكون فكره قابله للتطبيق. فبالتالي لدينا عقول ومتخصصين يحققوا لك اكتفاء ذاتي في القمح مؤكد خلال 10 سنين او اقل. اكتفاء ذاتي في الاسماك ده يعني ما يكملش سنتين ثلاثه لما تنظم بس فكره عمليات الصيد وتستغل بحيره ناصر وعمليات البحيرات والاستزراع السمكي والشواطئ بتاعتك، ده انت ترطرت اوروبا سمك. والسمك الدواجن احنا المفروض عندنا اكتفاء ذاتي يمكن ان تحقق فيها طفره زي طفره البرازيل، وتصبح مصر من الدول المصدره على مستوى الدوله المصدره الاولى على مستوى افريقيا والعالم العربي اللي تصدر دواجن لكل دول. على مستوى اللحوم ايضا يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي وفائض بالتكامل مع السودان والشغل على المناطق الحدودية اللي بينه وبين السودان. المثلث ده تقدر تعمل فيه اكتفاء ذاتي للصبح. بس هي الفكرة يا جماعة، أولا إرادة حقيقية، مش إرادة مكسب اللي بيعمله السيسي والعصابة بتاعته دول، إنهم عايزين يحققوا فلوس لهم ولأنفسهم. لا، إرادة حقيقية لهذا الشعب، واستقلاليه في القرار، لانه محدش بره عايزك تكتفي، عايزك تفضل مدد ايدك كده عشان تبوس الايادي هناك. فانا بقول لك كلام يعني انا مسؤول عنه. مسؤول عنه. ويمكن ان شاء الله لاي نظام قادم ان شاء الله اقدم له كل الملفات اللي تثبت صحه هذا الكلام. يعمل مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السلع الاساسيه دي في 10 سنين. ال10 سنين بتوع السيسي دول لو كان اشتغل عليهم جد كان عمل كل الطفره دي، لكن كله همه ايه؟ اقبض على ده، اعمل تشويش على ده، اقفل صفحه ده. خلينا نسمع احد الجزارين وهو بيعمل لنا تجربه البيع بالقطعه،
اللي بقت موضة دلوقتي في مصر للأسف. الطبق ده ب 40 جنيه، ده ب 40 جنيه، فيه 200 جرام مفروم كده، وده ب 20 جنيه، فيه 100 جرام مفروم. قطعتين اللحمة دول ب 25 جنيه، القطعة من دي ب 20 جنيه، أهي ب 20 جنيه. الواحدة منهم 100 جرام. الكل تعالى كده. يعني مثلا لما يجي يقول لي أنا عايز قطعتين مثلا من دول، أديله مثلا شنطة زي دي بتاع عظم، وحتة الدهنة عشان إيه؟ يعمل مثلا شوربة عليها وكده. طبعا اللي عايز، أي حد عايز أي حاجة ب 20 جنيه، ب 30 جنيه، ب 40 جنيه، ب 15 جنيه، أي حاجة موجودة، مش هقول لحد لأ. طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها الايام دي، فاي حد ما يتحرجش، ده يجي يقول لي انا عايز ب 10 جنيه مفروم هتطير، عايز ب 20 جنيه مفروم هتطير، عايز ب 50 جنيه مفروم، محدش يتحرج. احنا دلوقتي في ايام يعلم بالله ربنا، كل واحد بياخد على الاكل بتاعه. الطبق ده ب 40 جنيه، ده ب 40 جنيه، فيه 200 جرام مفروم كده. طبعا انا بحيي هذا الشاب الحقيقه، بحييه جدا جدا على افكاره اللطيفه دي، وهي بغض النظر طبعا عن، انا قلت لكم امبارح انا يعني متفق مع هذه الثقافه تماما، ولكنها من وجهه نظري تبقى ثقافه معايشه مش ثقافه احتياج. يعني هو عايش عايز يجيب، اسف، عايز يجيب الحاجات طازه، عايز يجيب على قده، لكن مش احتياج. طبعا بغض النظر عن انه الحتتين ام 25 جنيه دول يعني انت عارف لما بعد ما يستووا هيبقوا عاملين ازاي يعني، لكن كتر خير الولد طبعا الشاب ده ممتاز جدا، لانه اولا عايز يخفف على الناس وعايز يبيع، محدش بيجي يشتري دلوقتي. واضح انت شفت البتاع المتعلقه، لو قعدت ثبت الفيديو لمده يوم مين اللي هيدخل يشتري من عنده؟ فهو الراجل عايز يشغل نفسه. فالحقيقه يعني انا بحييه وبحيي كل الشباب اللي ممكن يفكر في افكار زي كده. احنا مش جايين ننتقد اي حاجه وخلاص، بالعكس، انزل يا عم اشتري الطبق ابو 65 جنيه ده، في قطعتين بكل واحده قطعه ب 20 وقطعتين ب 25، ب 65 جنيه، وتعمل بيهم غدوه وزي بعض، وما ما هيش عيب. انا عارف طبعا انه في كتير جدا من الناس في مصر، ودي ثقافه برضو محتاجه تغيير، وانا بقول لكم الكلام ده وانا لو في مصر كنت هستشعر ده، لو في مصر كنت هستشعر ده، ان انا ادخل عند الجزار اقول له اديني حتتين لحمه، او اديني ب 30 جنيه لحمه، او اديني ب 50 جنيه لحمه، انا اكيد كنت هبقى يعني في حاله نفسيه مش كويسه زي كل الناس اللي ممكن يعملوا كده. لكن انا مش الظروف هنغيرها يعني غصب عننا، ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا. ما هو الدعاء بتاع اللي احنا بندعيه كنا بندعيه طول عمرنا وما نعرفش معناه، عرفنا معناه، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، عرفنا والله الدعاء ده، عرفنا. فبالتالي يعني انا بشجع كل اللي زي الشباب، اللي زي الشاب ده يعني، يبقى عندنا افكار من كده كتيره جدا، وبشجع حتى الناس انها تنزل تشتري. يا عم ادخل عند جزار زي كده، لو لازم يبقى في كل منطقه جزار او اتنين من زي دول، اللي هو في جزار بيبيع بالكيلو ومصمم، ده ربنا يوسع عليه ويرزقه، واللي بيعمله زي كده فادخل يا عم عشان ما تحرمش عيالك، قول له عايز ب 50 جنيه لحمه، عايز على زي ما ربنا قدرك، اهو برضه اسمك يعني تاكل ظفر. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا والله. خلينا نشوف وكيل لجنه الخطه والموازنه وهو بيطالب الجيش انه يدخل يحل الازمه تاني. محدش هي طبعا كل واحد فيهم بيدافع عن مصلحته، هو عارف ان الجيش اللي بيحكم، كل واحد في مصر عارف ان الجيش اللي بيحكم، فاخطب ود الجيش ووطي. ده في خبر والله ما رضيتش ابعته للزملاء، رئيس لجنه الاستثمار في الحوار الوطني، خبر على الشروق يا شباب بس نازل من الصبح كده النهارده، رئيس لجنه الاستثمار، رئيس لجنه الاستثمار في الحوار الوطني، الحوار المهلبي بتاع اللي احنا هنتكلم عليه شويه ده، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك نعيش عصر، العصر الذهبي للاستثمار، اللي هو لازم تقلع الجزمه والله العظيم وتجري وراه، مصر بتعيش العصر الذهبي للاستثمار دلوقتي. لازم يقول كده يا جماعه عشان للاسف، للاسف. خلينا نسمع البي وكيل اللجنه.
من 2011 قدرها كده ان هي خد بالك لازم تتدخل عشان تنقذها من هذه الازمه القادمه. لا حضرتك قلت الكلام ده النهارده في اللجنه في اللجنه طبعا النهارده في اللجنه. اه طب احنا عندنا كام راس ولا ما عندنا ولا عند حضرتك رقم؟ لا مفيش رقم طبعا عندنا، ولو في ارقام الارقام اختلفت خالص. انا بقول لحضرتك اختلفت اقل يعني؟ قلت خالص طبعا، مفيش حد مربي. مفيش حد بيربي؟ اه قليل جدا اللي مربي دلوقتي، يعني على الاقل انخفضت رؤوس المشاه في مصر مش اقل من 50%. الاعداد؟ الاعداد طبعا، اعداد تربيه رؤوس المشاهي انخفضت. انخفضت طبعا. حضرتك بتقول 50% ده رقم؟ ده مش اقل من 50%. مش اقل. ما هو الدليل ايه؟ الدليل كده مش كان عندنا مزارع يا سياده النائب من كام فتره اتصفت حضرتك؟ يعني اتصف؟ لان بدات الناس تخسر، فشيء طبيعي انت لما بتبدا تخسر خلاص بتبيع اللي عندك وما بتدخلش ايه؟ دوره جديده. سياده النائب معلش حضرتك بتقول لي مصيبه، مش بتقول لي مصيبه، بتقول لي عشان كده لفتنا النظر النهارده. معلش ثانيه واحده، معلش بالراحه. بتقول المزارع دي اتقفلت؟ اتصفت؟ في كتير صفات مسلحه بتنقذها. هو اظرف ما في المكالمه دي انه ده بيقول لاحمد موسى انه الماشيه عندنا قلت النص بس، وافهم انت بقى. واحمد موسى باعتباره يعني من الماشيه، يعني باعتباره انه يعني يعرف في الماشيه، ما سالوش وقلت النص ليه. فاحنا بنطالب الجيش انه يحل لنا الازمه يا جماعه. اصل احنا عندنا يعني الحمد لله ما فيش حد بيحل لنا الازمات غير الجيش، واحنا غيرنا لينا غيره. ربنا يخلي لنا جيش يا جماعه، هو اللي بيحل لنا ازمه اللبن، والحمد لله دخل في ازمه السمك وعمل لنا مزارع سمك، فرفع كيلو السمك من 10 و20 جنيه البتاع ده البولتي الى 90 الحمد لله، ودخل الحمد لله في كل النشاطات الزراعيه والاستصلاحيه والبتاع، فالاسعار اتظبطت الحمد لله وبقت زي الفل. فادخلوا في اللحمه يا جماعه، اشمعنى دي يعني؟ اتفضل توكل على الله. اما بقى مشروع البتلو ففشل فشلا ذريعا. ليه؟ ما نعرفش برضه. مش كمل بقيه كلام سياده الوكيل. بعد كده هو سؤال مشروع البتلو مطلوب مراقبه عليه عشان ايه؟ نشوف الفلوس اللي الناس خدتها عشان تربي بيها يعني اتعمل بيها ايه؟ صرفنا كام على مشروع البتلو ده؟ مليارات. مليارات؟ ايوه. العائد بتاعه ايه؟ العائد بتاعه دلوقتي واخد بالك كيلو لحمه شوف اسعاره ايه؟ لا يعني ما حققش الهدف منه؟ لا ما حققش الهدف، ولو حقق الهدف ما كانش الامور هتوصل للدرجات دي. ده احنا صرفنا عليه اكتر من 7 مليار تقريبا. ايوه. لا يا سياده النائب بتقول المشروع ده لم ينجح؟ أيوة ايضا؟ لا لم ينجح في تحقيق الهدف منه. مشروع البتلو؟ مين المسؤول؟ واخد بالك؟ المسؤول اللي بيدي القرض واللي بيتابع القرض. بعد كده انت خدت بالك يا استاذ ولا كنت سرحان؟ قال له المشروع احنا صارفين عليه 7 مليار فاشل. طيب يعني ممكن ده عند احمد موسى. احنا صارفين على المشروع ده 7 مليار، مشروع البتيل والتسمير. فاشل فيه فيه شين لام. الثلاث حروف دول اكتر حروف تستخدم في عهد النظام السياسي، وزي ما قلت لكم كده وانا بطالب الناس المتطوعين يعني وعندهم وقت انه يدور لنا كل اسبوع ويبعت لنا احتفال من الاحتفالات العظيمه وافتتاحات السيسي العظيمه. لانه يا جماعه احنا المصريين معلش يعني، وانا منكم، انا مش بقول ان انا يعني ايطالي ولا حاجه، انا مصري زيكم. ذاكرتنا يعني بتتملي بسرعه وبتعمل فورمات بسرعه، بتتنسي بسرعه. اعمل كده بقى كل الاحتفالات اتعملت من اول قناه السويس العظيمه وانت جاي كده. شوف المشروعات اللي احتفل السيسي بيها وكانت الناس بترقص وتقول لك والله الحمد لله ربنا بعت لنا المنقذ المسيح المخلص زي ما قال احد الصحفيين مش عايز يعني اسميه. فمشروع بتلو فشل، مشروع الالبان فشل. مشروع كله فشل. مشروعات الزراعيه دي انا عامل عليها سلسله حلقات اسمها فنكوش الزراعه، كل اللي هي اللقطه بس بيبين لك مساحه خضراء وجوه خرابه، جوه خرابه. الفدان متكلف في توشكا مليون وشويه. بكلم احد المتخصصين قال لي الفدان لو اتكلف اكثر من 180 الف يبقى خربت، مليون وشويه كلف يا عم مش مهم.